مساء الخير. رايحين نكمل في جلستنا مع الأستاذ آيخم شتاينر، وناخذ الاستراحة بعد النقاش مباشرة. فبفضل كان البرنامج أصلا ناخذ بريك ما بين الاثنين، لكن لأنه بدينا متأخرين مع الأخت هنريتا فور، فالأفضل أنه نكمل مباشرة. ورحب بشكل قوي جدا بمتحدثنا الأستاذ آيخم شتاينر، اللي هو المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أو United Nations Development Program كما نعرفه نحن بال UNDP. الأستاذ شتاينر هو الآن رئيس التنفيذي، وقبل الانضمام إلى هذا البرنامج عمل كمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من عام 2006 إلى 2016، ومدير قبل ذلك لمدرسة أكسفورد مارتن من عام 2016 إلى 2017، كما شغل منصب المدير العام للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والأمين العام للجنة العالمية للسدود. فهو يأتي إلى التنمية من عمق بيئي ومياه وسدود ومناخ. It will be very interesting, I think, to see how that reflects on the strategies. رحين نعمل زي ما عملنا في الحلقة السابقة، نطلب من الأستاذ آيخم أن يتكلم لمدة 7 دقائق عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبشكل خاص طلبنا منه يتحدث عن الانتقال من حالة الحرب إلى السلم، ودور برنامج التنمية في هذه المرحلة الحساسة من حياة الشعوب، والتي نحن في الشرق الأوسط بشكل خاص يعني نواجه تحديات كبيرة فيها، متمثلة فيما يحصل الآن في سوريا، ما حصل معنا في العراق، في ليبيا، في اليمن، في فلسطين. ففي عندنا يعني تحديات كبيرة، منها ما هو تقليدي traditional من مساعدات ومشاريع تنموية، ومنها ما هو innovative اللي نتكلم عنه الأيام هاي من شراكات مع القطاع الخاص وشراكات عابرة للحدود إلى آخره. فاسمحوا لي أنه نسمع للأستاذ شتاينر بداية ومن ثم نبدأ في الحوار معه. شكرا جزيلا، تفضل. So first of all, thank you very much to Director Sultan Barakat. بداية أود أن أشكر السيد دكتور سلطان بركات على هذا العمل الكبير مع السيدة هنريتا. أعتقد أن لديكم الآن رؤية ولمحة عن عمل الأمم المتحدة. ما سمعته من خلال النقاش في عقد الأمر هو ما تقوم به الأمم المتحدة. الأمم المتحدة دائما تأتي في إطار النزاعات المختلفة والترحيل الضحايا واللاجئين، وهناك من يهرب عبر الحدود ويلجأ إلى مناطق أخرى ودول أخرى، ويتمنى الجميع أن تتعافى المجتمعات من هذه المعاناة. الأمر يتعلق فقط بالبنية التحتية ولا بالمؤسسات، ولكن المعاناة النفسية والصدمات النفسية، تحدثتم قبل قليل حول هذه الصدمات النفسية والمعاناة النفسية من خلال عملنا في الأمم المتحدة وبرنامج التنمية. ربما ليس هناك تركيز من كثير من الجهات على دعم الدول من أجل التعافي من هذا المشكل وهذه الأزمات. أعتقد أن الأهم من الأمر كله هو أن يكون هناك بعد نظر، والمرحلة الانتقالية من فترة النزاعات إلى فترة السلم، وتأكيد لن يفاجئكم الأمر عندما نقول بأنه من الضروري أن نقول بأن معظم النزاعات لها جذور وأسباب، وهذه الأسباب
مرتبطة بفشل مشاريع التنمية، فشل توجهات التنمية، وهناك بعد اقتصادي ولا تنمية لا ترتبط فقط بالناتج الوطني الإجمالي أو درجة ومستوى التصنيع. الأمر يرتبط بالحكامة، بالمؤسسات، بقدرة الناس الانخراط في عمل التنمية، وأيضا إصرار الناس وكيف يتواصل الناس من داخل هذه المجتمعات. نرى في كثير من المناسبات وكثير من النزاعات بأن الأمر يتعلق بفشل لعملية الحكامة لدولة معينة، وهناك الكثير من الأمور التي تتحول إلى سيطرة سياسية. قد يكون هناك شيء لم يتم حله، مشكل لم يتم التعاطي معه بنجاح، وهذا المشكل تحول إلى صراع، إلى أزمة، ومن ثم إلى نزاع مسلح. ما الذي يمكن أن نقوم به في مرحلة ما بعد النزاع المسلح، بعد انتهاء العمليات العدائية والعمليات القتالية؟ كيف يمكننا أن نعود إلى سكة التنمية بعد إحلال السلام؟ بالنسبة لمن يريد أن يطلع على التفاصيل، ربما أنتم تعرفون أحد التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول الطرق إلى السلام. هناك تركيز على مرحلة ما بعد النزاعات. هل نتحدث هنا عن اللحظة التي تصمت فيها المدافع؟ هل نتحدث عن اللحظة التي يعود فيها الناس إلى بيوتهم ومنازلهم؟ هناك شيء أساسي بغض النظر عن كل هذه الأمور، يجب أن نفكر بالمرحلة الانتقالية من الحرب إلى السلام. بالنسبة للثلاثين والأربعين سنة الماضية كنا ننظر لكل تدخل من الخارج على تدخل إنساني، وهذا خلق عالما ثنائي الأقطاب من المؤسسات، وأيضا هناك قوانين دولية تتحدث عن التنمية في مرحلة ما بعد الحروب. أنتم معتادون حتما على هذه السردية، ومنذ بدأت العمل قبل 43 سنة طلب مني أن أحدد الأهداف الخاصة بالتنمية، و 30 سنة بعد ذلك أصبحت الأمور أكثر سوءا. أعتقد أننا وضعنا نظامين متباينين للتمويل. عندما نسمع مصطلح التنمية يجب أن نطرح على نفسنا سؤالا، كيف ما زلنا نناقش هذا الموضوع في الوقت الراهن؟ إذن يجب أن يكون هناك استخدام سلس لمختلف الأدوات ومختلف الآليات حتى نتمكن من التعاطي مع كل هذه المشاكل. نحن يجب أن نتخلص من النمط القديم في التفكير. يجب أيضا أن نعمل على تأهيل المؤسسات، تأهيل المباني المنهارة. كيف يمكننا الاستثمار في التنمية حتى نحقق التعافي المطلوب؟ إذن عملنا من خلال الأمم المتحدة اليوم مرتبط بشكل كبير بهذا المبدأ، ونحن نعمل على نشر هذه الآليات التدخل بشكل سريع. نتحدث عن مجموعة من الوكالات التي تجد نفسها جزءا أو وسط الأزمات والحروب والنزاعات، لذلك من الضروري أن يكون هناك تنسيق واسع نطاق، تنسيق وثيق ما بيننا وبين مختلف الوكالات، لأننا مجموعة وفريق يجب أن يعمل بجد واجتهاد وتواصل مستمر حتى نساعد البلدان على الخروج من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلم. دعوني أعطيكم بعض الأمثلة.
العراق أحد الأمثلة المهمة بعد تحرير المدن العراقية خلال 3 أو 4 سنوات الماضية. رأينا من 6 مليون عراقي رحلوا ودمرت المدن عن آخرها كما هو الشأن بالنسبة للموصل. والعراق طلب من عائلة الأمم المتحدة وبدعم الأسرة الدولية طلب من الأمم المتحدة بوضع برنامج تنموي. وأقول بأن هذه طريقة غير معتادة لمحاولة الجمع ما بين التدخل الإنساني وأيضا التدخل السريع لكي تعود الحياة إلى سابق عهدها قبل نشوب النزاع. وبالتعاون مع حكومة العراق قمنا بإنشاء بنية تحتية، عملنا مع مختلف المهندسين المحليين والمستشارين من أجل تأهيل البنية التحتية، من أجل إنشاء البنية التحتية الضرورية والحيوية لكي تعود الحياة إلى مجاريها. مثلا نتحدث عن الماء، عن الكهرباء، وأيضا أحيانا كنا نحتاج لوضع أنبوب، أو قد يبدو شيء بسيطا مثلا إعادة تأهيل السقف المركز الطبي أو سقف مدرسة. هذه المشاريع التي تخلق الفارق بالنسبة لمخيمات اللاجئين. فبالتأكيد هناك الكثير من الخدمات التي لا تتواجد في هذه المناطق المدمرة. السبب الذي يدفعني للإشارة إلى هذا المثال هو أن هذا الأمر يمكن أن يخلق الفارق. وحوالي 6 مليون شخص بعد فترة قصيرة عادوا إلى حياتهم الطبيعية، وبعد 2.5 سنين قمنا بإنجاز أزيد من 3000 مشروع. والأسرة الدولية والمجتمع الدولي جمع مليون دولار لتمويل هذه المشاريع. التحدي الذي واجهنا من أجل إنشاء هذه المشاريع هو أن هذه البنية التحتية تعرضت للتهديم والتخريب الكامل. لذلك كان هناك عمل جبار، وكان من الضروري أن يثق الناس بالسلطات المحلية، لأنه يرون بأن تلك السلطات المحلية والسلطات الوطنية تعمل من أجلهم وتعمل على إصلاح البنية التحتية وتأهيلها كي يعود الناس إلى حياتهم الطبيعية. كما قلت قمنا بدن في 3000 مشروع، عملنا أيضا مع الحكومة العراقية حتى نتأكد بأن هذه المشاريع تنجز. وهذه الموارد المالية بالنسبة لنا ساهمت في خلق فرص شغل، ساهمت في إنشاء شركات. إذن هذا هو ما نقصده بالتطوير وما نقصده بالتنمية الحقيقية. نحن نتحدث فقط عن توفير المساعدة بطريقة مؤقتة، ولكن هذه مبادرات ومشاريع ذات مغزى أوسع وأعمق وذات مدى طويل. وبهذه الطريقة نساعد الدول على التعافي. نرى اليمن مثلا القوة الهدامة الكبيرة المنقطعة الطير الموجودة في اليمن، وما خسره البلد كبنية تحتية. هناك تراجيديا كبيرة في اليمن، ودورنا كأسرة الأمم المتحدة والعمل مع زملائنا في اليونيسف، مع زملائنا في برنامج الأمم المتحدة للتغذية، وأيضا زملائنا في برنامج مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. هذا هو عملنا، هذه هي مهمتنا. يجب أن نقلل من المدة الزمنية التي يحتاجها البلد من أجل النهوض مرة أخرى. نعم، هذه الأمور لا تساعد بالضرورة على تجاوز المعاناة النفسية، خاصة عندما ترى جارك تحول إلى عدو، ولكن أعتقد أن من الضروري أن نبحث عن الجذور.
كانت لي زيارة مع زميلي مارك لوكوك في نيجيريا وتشاد. وبوكو حرام خلقت الكثير من المعاناة بالنسبة للناس، خلقت الكثير من الألم، ونحن نحاول أن نتعرف ونحدد طرق وسبل مساعدة منطقة يعيش فيها أناس لم يسبق لهم أن رأوا هذه الأمثلة من المشاكل. هناك من لم يعرف ما هي المدرسة، هناك من لم يعرف ما هو المركز الطبي مثلا. يجب أن نعرف ما الذي يمكن أن نتوقعه من الحكومات، ما نتوقعه من السلطات المحلية. إذا كنت في برنامج الـ UNDP وتريد أن تساعد كل هذه الجهات والمؤسسات، فيجب أن تكون على دراية بالواقع على الأرض. يجب أن تكون أيضا شريك للحكومات. إذا أود أن أتوقف هنا، أعرف أن هناك الكثير من الأسئلة ربما تعليقات عقبات حول ما نقوم به داخل الأمم المتحدة. شكرا. Very much. Can I just acknowledge the arrival of our president, Professor Yasser Maali? Yasser Maali, unser Direktor, ist gerade angekommen. Vielen Dank, Yasser. Thank you. I'll do exactly as we did with the previous speaker. If you allow me, I'll start by. إذن سأبدأ بطرح سؤال أو سؤالين. We had some very tough questions from our students, and I assured Henrietta they were not pre-designed. إذا الأسئلة لم تكن معدة مسبقا. إذا نحن محظوظين هنا في معهد الدوحة بأن الطلاب يعبرون بحرية عن أفكارهم ويطرحون الأسئلة التي يودون طرحها بكل حرية. دعوني أبدأ بما شرحته حول عمل برنامج أمم المتحدة للتنمية في العراق. نعم، هذا تحدي كبير، وهذا العمل يأتي بعد انتصار كبير لجهة عن جهة أخرى. إذن أنت تعرف تماما من أين تبدأ عندما تريد أن تقوم بإصلاحات فيما يتصل بالحكومة، بالتنمية، باستعادة المقدرات. كيف تبدأ هذه الأمور في سياق عدم وضوح الحدود؟ مثلا سوريا الآن هناك مناطق وما يسمى مناطق محررة من قبل الحكومة، وهناك أطراف تسيطر على مقدرات البلد، أطراف تسيطر على المؤسسات. إذن هل أنتم تعملون مع الجميع أو هل تعملون فقط مع الجهة المعتمد المعترف بها من خلال الأمم المتحدة؟ شكرا على اختيار السؤال الأكثر تعقيدا في حقيقة الأمر. الأهم هو أن نجد طريقة فعالة للعمل في سوريا. لدينا صورة متداخلة، هناك دائما واقع، لأن الحكومة موجودة في سوريا، وهذه الحكومة هي التي تسيطر على الأراضي السورية. لذلك لا يجب أن نقوم بأي شيء في الأراضي السورية إذا لم نتفق على ذلك مع الحكومة السورية. نعم، الحكومة خسرت في كثير من المناطق بالمناسبة، وهناك من قد يجادل بأن لا، الحكومة لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد، لذلك يمكنكم العمل مع السلطات الموجودة على أرض الواقع. كانت هناك موجات كبيرة من اللاجئين خرجت من سوريا. بالنسبة لي الحكومة السورية والمؤسسات السورية، نحن بالتأكيد نتواجد، وتواجدنا محمي من قبل القانون الدولي، مثلا برنامج الأمم المتحدة للتغذية يمكن أن يقدم الدعم المطلوب لفئات واسعة. بالنسبة لنا لا يمكننا أن ندخل أي بلد إلا إذا تلقينا دعوة من قبل الحكومة الرسمية الشرعية في ذلك البلد.
كيف نعمل مع السلطات هناك في اليمن في سوريا؟ نحن نعمل كما هو شأن بالنسبة لبقية المنظمات، مثلا في غازي عنتاب من تركيا نبدأ بتنسيق عملنا، هناك مناطق خارجة من سيطرة الحكومة، وبالمضي نحو الأمام هناك تحديات أخرى. روسيا وسوريا في الوقت الراهن تتوقع الكثير من الأمم المتحدة وبرنامج التنمية من أجل إعادة إعمار وبناء البلاد، ومجموعة الدولية أو الأسرة الدولية طلب منها أن تمول هذه المشاريع في هذه الحالات. إذا نحن نعيش في وضع صعب، نعلم أنه من الصعب على السوريين تصور هذا. هناك من بدأ بالعودة الآن إلى ديارهم في سوريا، ومن الضروري أن نخلق الفرص الضرورية والظروف الضرورية والمناسبة كي يعود الناس إلى ديارهم. ولا أتحدث هنا عن بناء بالمعنى التقليدي لهذا المعنى، ولكن من الضروري أن نواجه هذه الحقيقة. هناك وضعية سياسية، هناك واقع سياسي في سوريا، ونحن مطالبون بتقديم الدعم الإنساني والتنموي للمواطن في ظل هذه الوقائع على الأرض. نحن لا يمكننا أن ننفي هذه الوقائع ولا يمكننا أن نمحوها. يمكن أن نقول بأن إمكانية للعمل بالتأكيد تدعونا للعمل في مناطق النزاعات والحروب. عندما نتحدث عن إعادة زرع ثقافة الحوكمة، أحد الأمور الأساسية كانت تكون من خلال الدعم الإنساني، ويمكنكم العمل مع مؤسسات يمكنها بمعيتكم أن تغير من طريقة القيام بالأشياء على أرض الواقع. ولكن بالتأكيد بنظر إلى الواقع أنتم لا يمكنكم العمل بهذه الحرية، لأنكم بالتأكيد كما تفضلت تدخلون تلك المناطق بدعوة من الحكومة. نعم نعم هذا صحيح. إذن هذا مرتبط بالواقع البراغماتي. دعوني أعطيكم مثالا بسيطا رأيته في إثيوبيا في بداية هذه السنة. كان هناك الكثير من الناس يعيشون في ظروف صعبة ومزدرية ويباتون في العراء. تقريبا الحكومة الإثيوبية عينت مسؤولا في هذا المجال الإنساني لتنسيق الدعم للمحتاجين، ومن الضروري أن يتم تنسيق الجهود لتوفير كل هذه الحاجيات والمتطلبات الخاصة باللاجئين. وهذا المكان كان لا يبعد كثيرا عن أحد الآبار، وكان من السهل ربط ذلك المخيم بالبئر وتزويد الناس بالماء. ولكن للأسف كان الماء يأتي من مكان آخر يبعد بميلات كثيرة عن تلك المنطقة، لأن هذا ما يمليه الدعم الإنساني كما قلت، أو يمليه العمل مع الحكومات في إطار مسؤولياتها. هناك طبعا بيروقراطية تكبلنا وتجعلنا نخسر الكثير من الوقت. وإذا كانت الأمور أفضل فسنتمكن من توصيل هذه الخدمات بشكل أسرع. شكرا جزيلا. سؤال أخير من جانبي قبل أن ننتقل إلى المشاركين إلى الحضور. هناك التزام مرتفع دائما لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في مناطق مختلفة
والصعوبة التي تواجهنا في الكثير من الدول ليس هناك طريق واحد من أجل الانحراف في التنمية. هناك ضرورة لتقديم تنازلات بين مختلف الأطراف، وهذه التنازلات لا تكون مقبولة من قبل الجميع، لأن مختلف الأطراف المتقاتلة والمتحاربة تقوم بخلق القوانين الخاصة بحماية المدنيين. كيف تتعاملون مع هذه الوضعيات؟ هل تتجاهلونها أم هناك ميكانيزمات واضحة للتدخل؟ إذن دعنا نقول أن الأمر ليس كذلك فقط في الشرق الأوسط، هذا يشمل مناطق أخرى. هناك مثلا أناس يفوزون بالانتخابات أو فازوا بالانتخابات، ولكن لم نكن إطلاقا نتصور أنهم سيتواجدوا في الانتخابات. هذه هي وضعية وحالة الديمقراطيات. بنهاية المطاف الناس سيصوتون على الناس الذين يرونهم مناسبين بغض النظر عن مؤهلاتهم وإمكانياتهم، وبالتأكيد هناك من يتفاجأ بنهاية المطاف بهذه النتيجة. فيما تصل بعملية الحكام، فنحن الناس مع إلى دعم الدول لكي تصبح ناضجة في مجال الحكام. عندما تم تعييني في المطاف هناك انتخابات في العالم باستمرار، وبرنامجنا يتواجد دائما هناك. مثلا نظام تسجيل بيومتري كما هو في زيمبابوي، فبرنامج التنمية ساعد الزيمبابوي في هذا الخصوص، وهذا شيء جيد، وتم التحقق من هذه المشاركة بطريقة رقمية. أحياناً ندعم الدول من أجل الحصول على بطائق الانتخابات التي تكون محط النظام، ونحن نساهم أيضاً في بناء العملية الديمقراطية وبناء المؤسسات الديمقراطية، وأيضاً مختلف المجالس الديمقراطية التي تدعم الدول للتوفر على نظام حكامة في حالات النظام. الحل السياسي قد يستدعي تقديم تلازمات، وبرنامج التنمية ليس هي الوكالة التي تخط ذلك الاتفاق. عشت في كينيا مثلا لعشر سنوات، وانتخابات في كينيا هي اللحظة الأكثر دراماتيكية في البلد، ونحن نستثمر بشكل مكثف من أجل دعم المؤسسات الوطنية التي تنخرط في الإعداد للانتخابات. نحاول أيضاً بدعم هذه الجهات خلال اندلاع الأزمات. إذن يتعلق الأمر هنا بطرق مختلفة لعمل UNDP أو برنامج الأمم المتحدة للتنمية. نحن لا نترك البلد عندما تتعقد الأمور. نحن رافعة التنمية داخل الأمم المتحدة، وهناك لحظات صعبة، لحظات أسهل، وهناك مراحل مختلفة في عملنا. بالتأكيد أحيانا يكون الأمر صعبا أن نعمل في بلد به نظام أوتوقراطي ونظام تسلطي، ونقوم به في الأمم المتحدة. المفوض الأمم المتحدة المسؤول عن حقوق الإنسان له الحق وله السلطة في التحقيق في أي من هذه الأمور، ونحن كمنظمة يمكن أن نقول للحكومة أو لرئيس البلد، يمكن أن نقوله بأنك الآن فقدت ثقة المجتمع الدولي. نحن نعمل في 47 بلدا، ونعمل على بناء المؤسسات الضرورية التي تسمح بالانخراط في حوار حقيقي حتى يتسنى للناس التواجد بطريقة مشروعة في سدة الحكومة. مينمار مثلا حالة معقدة جدا، نعمل مع البرلمان حتى يقوم البرلمان بتعيين مفوض يعنى بإجراء تحقيقات. إذن نحن نعمل من أجل تطوير
والكثير من الميكانيزمات البسيطة، ولكن في نظرنا هامة جدا. Either failures in governance, or there are implosions, there are catastrophic events in the political history of a country, and we are there because we want to help the country get out of that situation. And often that means also having to work with people who we never thought we would have to share a table with. Thank you. We'll start, the way we're going to do this, similar to before, we'll take three questions at a time, and we'll do a few rounds of questions. I'll start with you for the Good afternoon. My name is Tamer Karmut. I'm اسمي تامر قرموط، استاذ مساعد سياسة العامة. غادرنا للتو محاضرة خاصة بالشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. أنا مهتم بشكل كبير بما تحدثتم بشأنه، وأنتم تقدمون عمل كبير في حالات النزاع، وأتساءل أحيانا أين برنامج التنمية في سياق منطقة الخليج. لدينا دول غنية، وهذه الدول لها متطلبات وحاجيات في مرتبط بتطوير رؤى طموحة. معظم الدول هنا لها رؤية 2030، وهي منخرطة في عملية إصلاحية واسعة النطاق. وقطر الآن تعمل الآن على سن قانون خاص بالشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. إذن كيف ترون مركز UNDP أو موقع برنامج التنمية من هذا العمل؟ السؤال الثاني سريعا، هناك بعض الناقدين يقولون بأنكم كمؤسسة أصبحتم مؤسسة مكلفة في الكثير من الدول، وهذا أصبح يشكل تحديا بالنسبة لكثير من الحكومات والكثير من المانحين، وهذا قد يتزايد في المستقبل. كيف سيكون جوابكم على هذا الموضوع؟ عبد العزيز محمد. نحن طلاب قطريون، نعتقد بأن هناك معلومات خاطئة ولا نعرف من أين تأتي تلك المعلومات. إذا كان هناك نموذج فهو يعطى لكل الدول، وأعتقد أن هذا غير عادل. Hi, my name is Wahiba. I'm a professor at the School of Social Work and Psychology Department here, and I'm a former UN employee as well. أنا كنت موظفة سابقة للأمم المتحدة. موظفة سابقة للأمم المتحدة. سؤال بخصوص طريقة تلقي المعلومات والبيانات من قبلكم. هناك نظام لا مركزي لتحليل البيانات، هناك تركيز على المدخلات وليس على المخرجات. أريد أن أركز على التطوير والتنمية وكيف تحققون النجاح في هذه المجالات. إذن نعطي لست شتاينة الفرصة للإجابة على هذه الأسئلة. أين هو UNDP في منطقة الخليج؟ يمكن أن أقول هناك حديث في الوقت الراهن ما بين الجهات المانحة. هناك مطالبة بالتوقف عن العمل في الدول المتوسطة الدخل.
وأعتقد أن هذه الدول لم تعد تعتمد على دعم الأمم المتحدة أو مؤسساتها وكالتها. لذلك هناك نقاش قوي في هذا الخصوص. نحن حاولنا التعاطي مع هذا الحوار والحديث لأن التنمية ليس شيئا قابل للقياس 100%. يجب أن نقول بأن أغلب الفقراء في العالم يعيشون في الدول متوسطة الدخل. لذلك يجب أن نعتني أكثر بالدول التي تحتاج دعمنا بشكل أكثر. وهناك مناطق تعرف توترات سياسية والكثير من النزاعات، وهذه كلها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. نحن كأمم متحدة يجب أن نكون جاهزين ومستعدين للاستثمار في هذه البلدان. الانتقال الذي يجب أن يسعى إليه برنامج الأمم المتحدة للتنمية يجب أن يكون طموحا، يجب أن يكون يركز على ما يطلبه البلد المعني بالأمر. هناك من الدول المتقدمة يقول نحن لن نحتاج الأمم المتحدة على إطلاق لأننا متقدمون جدا، لدينا ما يكفي المال، يمكننا أن نشتري أي شيء نحتاجه، فلماذا نأخذ أي شيء منهم؟ إذن بالتأكيد دول الخليج جاهزة للعمل مع الأمم المتحدة بشكل عام. قبل أن أجيء إلى هنا كان هناك حفل للتوقيع بحضور وزراء، وبموجب ذلك الاتفاق قطر أصبحت مانحا أساسيا للأمم المتحدة، وأيضا وقعنا اتفاقيات خاصة بمجموعة من المبادرات. إذن هناك صندوق قطر للتنمية، ولكن نحن ندخل الآن في شراكة ستكون شراكة بعيدة المدى في مجال التنمية، جزء من هذه التنمية. لذلك قطر هي الدولة التي أطلقت هذه المبادرة. الآن نريد أن نصل إلى إشراك مختلف الجهات ومختلف الفاعلين كي نصل إلى مستوى التنمية المطلوب. لذلك أرى بأن هناك التزام كبير من قبل قطر. الأرجنتين تدعم برنامج الأمم المتحدة من خلال استخدام آليات البرنامج، وتقوم بمعاملات تجارية تصل إلى 300,000 دولار أو 300 مليون دولار. إذن الأمم المتحدة دائما تطمح لهذه المبادرات. هل ترون أن 8% ثمن مرتفع أو غير مرتفع؟ إذن الكل يعتمد حسب البلد الذي نعمل فيه. هناك أزيد من 4,000 مشروعا يتم تمويلها من برنامج الأمم المتحدة للتنمية. Secondly, the bigger issue is, which you are alluding to, is that obviously the donor countries, traditionally OECD countries, are saying, why should we pay UNDP to provide a service to a country that has a GDP per capita that's higher than ours? And herein lies one of the challenges today. UNDP, or the $5 billion annual revenue, so to speak, or funds that are transacted in programs, $1 billion actually comes through the engagement in developing countries from developing countries. Now, some of them are the Central Asian republics or countries such as the GCC. And that makes UNDP almost unique because it is a new model of saying, look, we need
development. We want an agency with global best practice, but we will also pay our share for having access to that. It's the only way it's going to work. Now, a country that is used to looking to the UN and getting projects funded by others will obviously say UNDP is expensive. But I think it is not an unfair proposition to say, look, if your income per capita is well over $15,000, then I think it is a little bit odd to ask donors to fund our work here, especially if it comes at the expense of working in countries that have perhaps a $3,000 per capita overhead. Having said that, we are a big bureaucracy. I mean, we are also sometimes, you know, trapped in ways of doing business and simply don't take advantage of it. We're putting a major digital platform in policy into operation now, gaining major efficiencies. But we also have economies of scale that other smaller entities don't have. So bottom line is, remember, if somebody says to you, UNDP is expensive, we charge 8%, some of the 6%, some of the 4% overheads. That covers our entire cost of management. This is not unreasonable by any comparison. Very brief on sources of data and the question that you raised. I'm not quite sure whether you have a particular issue in mind, but one of the great services the United Nations does for the world is bring data together, first of all, in a relatively comparable framework. So we produce, whether it's FAO on food or the World Health Organization on health, the data and statistics that allow us to essentially compare what is happening in different countries. Now, very often we rely on national data collection, so rarely does the UN publish something that is not validated by the country itself. And as we know, national statistics are anything from absolutely accurate to complete fabrication. So that is one challenge. And then there are the composite indices. The UN's Human Development Report, the Human Development Index, for example, is a formula that brings together different variables in development and reaches a kind of rating or ranking that countries sometimes love when they're going up 20 slots, and absolutely hate when they're going down 20 slots or find themselves lower than a neighbor that they thought they were superior to. Every year, the UNDP Human Development Report Index is a traumatic moment when it's published, because there will be at least five countries who will be absolutely livid about what they find themselves being ranked as. And very rarely is there actually a mistake. And this is, to me, I think, a good reason to acknowledge that there is always faults in data, but we are extremely careful in the UN and in UNDP to not fall prey to, you know, imaginary data. On evaluation and your point about evaluating outputs versus outcomes, I think this is a general disease in the development field. And it's gotten worse, ironically. It's gotten worse. And you know why? Because much of what we define as development work is not something you can measure in the life cycle of projects and donor funding. 2 to 3 years. How on earth are you going to measure democratic governance or institutional capacity after 3 years? An evaluation of Qatar in terms of its investments in education basically has to take a view now of the last 25 years to, in the year 2018, maybe be able to arrive at some very profound findings about the returns on investment in education. So what do we do? Because we are driven by funders and fundraising إذن ما نقوم به في هذا الخصوص هو محاولة لتمويل هذه المشاريع التي هي مشاريع ذات أولوية خاصة، ونحن مطالبون بأن نرفع من المقدرات المخصصة في هذا المجال. نعم، أنا أوافقكم الرأي، هناك ضرورة لتوفير مجموعة من الإمكانيات وطرق تقييم، وهناك تشجيع كبير من قبل مجلس الإدارة، ونحن نناقش هذه النقاط باستمرار ونرى كيف بإمكان تطوير محفظة شركاء برنامج الأمم المتحدة فيما يتصل بالتعاطي مع تحديات كالفقر وشيء آخر. إذن نعم، يجب أن نكون قادرين على توفير قياس دقيق لمساهمة المانحين، ويجب أيضا ويمكن أن نقول أنه من المستحيل أن نقيس عمل المستشارين في مجال إرساء الأمن والسلام. إذا من الضروري أن تكون هناك سلسلة من
التغييرات يجب أن تحدث. As a region, and that goes largely thanks to UNDP. And also, when you talk about the partnership with Qatar, if I may just interject here and ask that you insist on them not to just keep it to a financial transaction, but actually engage Qatari-based educational institutions, research institutes, because we badly need to start creating knowledge within the region, for the region, and not just translating and bringing stuff from outside. I have to say, it's precisely why we took a year to discuss and reflect on what we would do together. It's also why part of this agreement is not just to have funding transacted. We are actually putting senior advisor with the Qatar Fund for Development. We're developing partnerships, and precisely what you have said. For us, Doha is really interesting because of the significant investment in education and cutting-edge research on core topics of our work. Thank you very much. We'll take another round of questions. Dr. Nisreen. So Nisreen Badour, Master's Student, Conflict Management, Humanitarian Action. My question is about the SDGs, including the no poverty, water, clean water, like equality, gender equality. So it's been like since 2015, the one it was released, now we are in 2018. Do you think still like we can achieve it by 2030? I mean, especially with like all this crisis, including Rohingya, and we can put this principle, leaving no behind with them, it can be applicable? Sir, you went from the UNEP to the UNDP. I don't know what would cause that transition, because I think the climate change and the environment right now is probably the most pressing global problem that's affecting big, small, rich, and poor. But are you now in your new role at the UNDP working to bring that, I guess, environmental element and awareness into the development programs that UNDP are working on? Thank you. Assalamu alaikum. Ali Al-Kaabi from the School of Public Administration, and I'm one of the students of Dr. Tamer as well. I just would like to know that I believe there is some interference between rebuilding and developing. So now, if you are going to give some funds for Iraqi, is that for rebuilding Mosul or for developing Mosul? تحدث ثم عن التمويل الذي يمنحه برنامجكم لمختلف الدول خلال فترات النزاع والانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام. رأينا أمثلة كثيرة في العراق مثلا في المواصل اليمن وسوريا. عندما تعملون على تنمية البلد فأنتم تساعدون هذه البلدان التي لها في الأصل نوعا أو مستوى من التنمية حتى تصل إلى المستوى الطبيعي. وسؤالي في هذا الخصوص والسؤال الثاني، ما هو مجهودكم من أجل تقديم تنمية مستدامة؟ أن نقوم بالتنمية هذا شيء ممكن، ولكن كيف نحافظ على بقاء تلك المقدرات وتلك الإمكانيات ومستوى التنمية أن يكون مستداما؟ إذن سنأخذ سؤالين آخرين قبل أن ننتقل للإجابة على بقية الأسئلة. اسمي نجا، طالبة في الماستر مع دكتور سلطان. سؤالي مرتبط بمخرجات التنمية خاصة في دول جنوب الصحراء، لأن هناك نقص كبير على مستوى التنمية، وهذا يتسبب في تهريب البشر والهجرة الغير شرعية. هناك دول كتشاد ونيجر، هذه الدول لها حاجة ماسة للتنمية، ولكن لاحظ بأن عدد اللاجئين وعدد المهاجرين في تزايد، نفس الشيء ينطبق على شبكة المهربين ومهرب البشر. مساء الخير.
كما أشرتم برنامج التنمية يدعم البرامج الانتخابية في بعض الدول. أشرتم إلى زيمبابوي. My name is Khadra. I'm from Somalia. Student of Master in Conflict Management and Humanitarian Action. So my question is, as you mentioned in your brief or in your session, that UNDP is supporting. برنامج التنمية يدعم الأنظمة الانتخابية في مجموعة من الدول، وأنتم تشيرون إلى عملكم في الصومال وأنتم تساعدون الحكومة الصومالية الفيدرالية من أجل تمكين كل الصوماليين من الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، ولكن بالنظر إلى الدينامية السياسية والوضع السياسي الراهن في الصومال، لا أعتقد أن كل مواطن صومالي سيتمكن من الإدلاء بصوته. هل تعتقدون بأن هذه المشاريع فعلا مشاريع يمكن القيام بها في المستقبل، أو هل هناك إمكانيات أخرى أو بدائل من قبيل استخدام بنية تحتية مختلفة لإنجاز هذه المشاريع؟ ماذا ستفعلون في حالة معقدة مثل الحالة الفلسطينية؟ يعني نحن نتحدث عن أكثر من 70 سنة لدعم فلسطين، ولكن لم نرى أي توقف لمثلا العدوان الإسرائيلي، أو لم نرى أي توقف لحالة الاستنزاف التي يعيشها الشعب الفلسطيني من ناحية التنمية التي لم تتم، من ناحية الفقر الذي تزيد معدلاته بشكل مخيف. يعني نحن الآن نتحدث عن نسبة ما يقارب 62% حسب تقرير الأورو متوسطي من الناس تحت خط الفقر. وكمان قبل قليل تحدث مستر أختر عن أنه حينما يصطدم العمل الإنساني بالسياسة، أو حينما يصطدمون بالسياسة يتركون العمل. نحن نتحدث في الحالة الفلسطينية عن حكومتين، ونتحدث أيضا عن حالة من الشتات والنزاع سواء في الضفة أو في غزة. وإذا حكينا عن غزة بالذات، هنالك أكثر ما يقارب أكثر من 2 مليون فلسطيني بيعانوا لأكثر من 10 سنين من الحصار. لو إحنا نتحدث عن حالة إنسانية حقيقية يمكن مواجهة السياسة فيها، فلازم تكون في فلسطين وفي غزة. أولهم إنه إحنا نمنع هذا الحصار المستمر أكثر من 10 سنين، والناس عمال بتموت، وناس ثانية يعني بتروح فيهم الأمور لأبعد بكثير من ناحية نفسية وما إلى ذلك. لذا أتمنى الإجابة عن هذا السؤال. شكرا لك. So let me quickly run through with a few. دعوني أعلق سريعا على مجموعة من النقاط وأجيب على الأسئلة التي أثيرت. At least signal to you whether do I have confidence that the SDGs will be implemented by 2030. أنا واثق بأن هذه الإجراءات ستتبقى في فوق 2030 بداية. سنصل إلى تحقيق هذه الأهداف في أفق 2030، لأن هناك التزام عميق من أجل الاستثمار في التنمية الإنسانية. إذن يجب أن نتوقف عن تخريب البيئة، يجب أن نتوقف عن كل شيء يتعرض للطبيعة والمحيط الذي نعيش به. يجب أن نعمل على تحقيق أهداف التنمية، ومن الضروري أن يكون هناك تقدم على الأرض. نعم، هناك بعض الدول التي هي بعيدة عن تحقيق أهداف التنمية. نأخذ اليمن كمثال، وفي تقديري هذه تراجيدية كبيرة. نحن قطعنا وعدا على نفسنا من أجل بلوغ وتحقيق هذه الأهداف في أفق 2030، وأعتقد أن هذا التزام عالمي ودولي، وأعتقد أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي لجميع الدول نفس الأهداف، أهداف التنمية التي من الضروري أن نصلها بأفق 2030. بالنسبة لي هذا شيء استثنائي. طريقة العمل وطريقة تنفيذه وما لديك، هذا بالتأكيد يختلف من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة. والشيء الأساسي للعمل هو العمل المشترك. إذن هناك ضرورة ملحة كأن نعمل بالتشارك من أجل بلوغ هذه الأهداف.
هناك دول أرادت أن تخرج اتفاقية الأمم المتحدة مثلا حول المناخ. كانت دول كثيرة تريد أن تخرج عن سكتها وذلك بطريقة مقصودة، وهذه الأمم بالتأكيد تؤثر على التضامن الدولي. بالنسبة للذين يصدمون من هكذا سلوك فبالتأكيد هذا شيء مخجل ومخزي، لأن الأمم المتحدة عملت لفترة طويلة من أجل مجابهة الاحتباس الحراري، وأخذ من الأمر وقتا طويلا حتى نصل إلى بلورة اتفاقية للأمم المتحدة تعنى بمعضلة المناخ، وتمكننا من بلورة استجابة دولية. وأعتقد أن اتفاقية باريس توفر الإجابات الضرورية، ومن الضروري أن يلتزم كل البلدان بهذه الاتفاقيات. يجب أن نعمل على وضع المؤشرات وأيضا أنظمة وميكانيزمات القياس كي تكون هذه الأهداف قابلة للتطبيق. الأمر لا يعني هنا بأن هذه الأهداف أهداف خاطئة أو غير ليست في محلها، ولكن طريقة العمل هي التي بها مشكل، وطريقة العمل أو نمط العمل غير مناسب في هذا الخصوص. هذه الأهداف هي بالتأكيد بالنسبة لنا دروس مستخلصة عبر هذه السنوات، يجب أن نكون قادرين على الاستفادة من الفرص المتاحة، وإلا فسيتجاوزنا التاريخ. هذا واقع على الأرض يجب أن نسلم به، يجب أن نعمل يدا في يد. كما قلت يجب أن تكون هناك خطوات عالمية ودولية واستجابة شاملة من مختلف دول العالم، حتى يتمكن الناس كلهم من أن يساهموا في هذه المجهودات التي انطلقت من الأمم المتحدة. بنهاية المطاف لا يرتبط الآن بمن يرفع تقارير للجمعية العامة للأمم المتحدة. الأمر الأهم هو أن تكون كل دولة، كل مؤسسة، كل رئيس وزراء واعي وناضج، ويكون قدر المسؤولين لتحقيق هذه الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة. لذلك نرى بأن قوة الناس أصبحت تساهم بشكل قوي في تطوير هذا العمل الكبير وترجمة أهداف التنمية لأرض الواقع. Moving from UNEP to UNDP. Well, first of all, I was thrown out of the UN, so I had to leave my post in UNEP, but not because I did terrible things. غادرت موقعي في الأمم المتحدة وطلب مني من قبل الأمين العام أن أغادر. إذن أمضيت حوالي 10 سنوات، وأعتقد أن هذا كافي. لا يجب أن نرى شخصا يبقى أكثر من 10 سنوات، لأن هذا كافي. إذن عندما غادرت فذهبت إلى مدرسة أوكسفورد مارتن، وأعتقد أن هذه التجربة كانت رائعة جدا. وهذا يمكننا من إمعان النظر في الأمور التي يمكن أن تساعدنا في عملنا. طيب مني أن أعود إلى الأمم المتحدة من قبل أمين عام الأمم المتحدة. هل غرر بي عندما قمت بذلك؟ من هذا شيء آخر، ولكن على العموم أنا مهتم بمجموعة من المجالات، وهذا أيضا يعطيني الكثير من المؤهلات والخبرات من أجل أن أكون في هذه المؤسسة. أنا منتوج إن شئتم هجين. أنا عملت في التنمية في مجال الاقتصاد، وأيضا قررت للعمل في مجال البيئة، وأعتقد بالنسبة لي هذا مزيج جيد. والآن أنا في برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وأنا لست مديرا شبحا أو سريا، ولكن نحن نبحث عن مقاربات حقيقية من أجل التعاطي مع كل هذه التحديات والمشاكل التي تواجهنا في الوقت الراهن.
وهذا تحديدا ما يجعلني في هذا الموقع. دعوني أقول أيضا أن هذه المؤسسة أو الوكالة هي الأكبر على إطلاق في الأمم المتحدة المعنية بقضايا البيئة والمناخ، ونحن متواجدون في الكثير من الدول وفاعلون في هذا الإطار. يجب أن أتأكد دائما من هذه الدول بأن مسألة المناخ جزء من التحول. إذا طلب منا أن نميز بين المانحين والجانين فبالتأكيد الأمر واضح. نعم هناك صعوبة لأن هناك قوى كثيرة تساهم في التدمير وتساهم في نشر الشر، ولا يمكنك أن تجبر المخربين على دفع الأموال من أجل إعادة البناء. Now, without getting into, you know, the justice of the politics of this, they are paying. I mean, whatever you think of it, just this year, Saudi Arabia and the United Arab Emirates have provided over $1.5 billion to the United Nations. السعودية والإمارات دفعتا هذه السنة 1.5 مليار دولار للأمم المتحدة، وهذا أفضل بكثير من مجموعة من الدول. السؤال: هل هذا يحسن من عمل الأمم المتحدة؟ State this as a matter of record. I mean, I can affirm that this is not just paper. These payments are being made, but you know, to some, the question is: well, are you buying your own, you know, freedom of responsibility for that? But you know, war produces, unfortunately, very little that is justifiable and morally defensible. It is a reality in which you have to work. And I just want to remind you that you know, America chose after the Second World War, with its Marshall Plan, to put a lot of its own money into helping to rebuild the very nations that had sought to actually attack it. Why do we do this? It's wisdom. It's wisdom over self-righteousness or you know whatever may be actually the justifiable thing to do. And in the long term, it was a wise investment because it actually helped to bring these nations back into, let's say, an economic development process that made them part of the international community rather than pariahs. Was also the lesson of Versailles. So I think we, you know, this is realpolitik. It is sometimes pragmatic and wise judgment that leads us to step in where others shouldn't. But you're right. I mean, Iraq is an oil-producing, exporting country. Why would a taxpayer in Spain wish to invest in the rebuilding? Or let me go to Gaza for a moment. I have been engaged in Gaza. دعوني أعود إلى موضوع غزة. أنا عملت في الملف المرتبط بغزة ووقعت أيضا استثمارات خاصة بغزة. تعرضت 6 أشهر بعد ذلك للتدمير، وأنا استخدمت أموال من دول تعاني أصلا، والهدف كان هو أن نستثمر في هذا البلد الذي يشهد صراعا مستمرا منذ فترة طويلة، وهذه المنطقة بها بالتأكيد صراع مستمر، والأطراف المتسارعة غير قادرة على الوصول لحل أو إحلال السلام في ذلك الوقت. إذا أعتقد أن الوضع مأساوي وكارثي وهو يزداد سوءا. إذا ليس هناك تجاهل في هذا الخصوص. كان هناك تقرير في ذلك الوقت خلال فترة صعبة ما بين الإسرائيليين والسلطات على الأرض في غزة لدراسة ما يحدث، لأن كما تعرفون هناك كارثة حقيقية على الأرض. مثلا هناك تضرر للفرشات المائية في غزة، وهذا بالتأكيد يشكل مع الوقت قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت، لأنه يتم إتلاف المياه الباطنية والفرشة المائية للمنطقة.
كما تعلمون بالنظر إلى السياق السياسي الراهن من الصعب أن نقوم بأي شيء، ويتم انتقاد الأمم المتحدة بأشياء ليست هي مسؤولة عنها. الأونروا كانت دائما تدعم الفلسطينيين، تدعم اللاجئين، تدعم مختلف فئات المجتمع الفلسطيني. الكثير أو العشرات الآلاف من الفلسطينيين تمكنوا من الذهاب إلى المدرسة بفضل دعم الأونروا، والوضع في غزة يبقى صعبا، ولكن الأمم المتحدة موجودة على الأرض وتواصل عملها مع الناس على الأرض، ولكن لسنا الطرف الذي بإمكانه حل المشكل بنهاية المطاف. أنا لا أنفي أي مسؤولية لنا في ضرورة تقديم المساعدة، ولكن يجب أن أقول بأن الأمم المتحدة ليست العنوان الأول التي يجب أن نطرق بابه أو توجيه النقد له، وإذا كان أي شيء ساهمنا فيه فهو بالتأكيد دعم الناس سنة بعد أخرى. قمنا بذلك من خلال جمعية الأمم المتحدة، قمنا من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤسسات أخرى. أعتقد أن الحكمة يجب أن تجد لنفسها موطئ قدم، خاصة في غزة، لأن غزة عانت بما يكفي ولا يمكنها تحمل المزيد. الفلسطينيون يدفعون ثمنا غاليا. الصوت غير مسموع لعدم استخدام الميكروفون، ولكن الإجابة تقول نحن لسنا سبب المشكل، نحن جزء من الحل لكي تكون الأوضاع أفضل، ولكن على المستوى السياسي الأمور وصلت إلى نفق مسدود وإلى عنق الزجاجة. سريعا فيما يخص دول أفريقيا جنوب الصحراء وما يرتبط بالانتخابات، دعوني أولا نقول بأن أفريقيا تضم مجموعة من الدول، لا يمكننا أن نقدم توصيفا شاملا لكل الدول الأفريقية. هناك الكثير من قصص النجاح، هناك الكثير من الأمور الاستثنائية التي تحدث في أفريقيا. لا يهرب كل أفريقي من أفريقيا، لا يغادر الناس أفريقيا كلهم ويذهبون إلى مناطق أخرى، ولكن هناك من يتحدث عن فائض في عدد السكان. أعتقد أن عدد سكان أفريقيا سيتضاعف خلال 40 سنة، ونفس الشيء ينطبق على 40 سنة الماضية، وكل هذه الأعداد من البشر محتاجة للعمل، وظائف محتاجة لخدمات الماء والكهرباء، خدمات التعليم، خدمات طبية وما إلى ذلك. الكثير من الناس يغادرون ليس لأنهم جائعون وإلى ذلك. نحن نقوم بإجراء دراسة على مستوى مختلف موجات المهاجرين الذين يغادرون باتجاه أوروبا، وننشر تقريرا في شهر مارس، وهذا يشبه تقرير الذي نشرناه العام الماضي حول الطريق إلى التطرف. وفي ذلك التقرير طلبنا من شباب من بوكو حرام، من القاعدة وما إلى ذلك، سألناهم لماذا تحولت من عضو ناشط فاعل في أسرتك، كنت تشكل فخر العائلة، وتحولت إلى متطرف. وأيضا نفس مجموعة الباحثين ستجري مقابلات مع مئات اللاجئين لتعرف ما هي أسباب الهجرة، ولكن الكثير من الناس يهربون من انسداد الأفق، ليس لديهم ما يأكلونه وما يشربونه، ليس هذا هو السبب الحقيقي. أعتقد أن انسداد الأفق وانعدام الأمل هو الذي يدفع الناس إلى مغادرة القارة الإفريقية والمخاطرة بحياتهم. يتخلى هؤلاء الشباب عن بلدانهم ويركبون موجة الهجرة، ويركبون أخطار الهجرة الغير شرعية،
من خلال البحر المتوسط. الشيء الآخر طبعا عدد الناس، عدد الشباب في القارة الأفريقية يتطور بشكل سريع. حوالي 70% من الأفارقة هم من الشباب. إذن هذه هي التحديات التي تواجهنا، ومن الضروري أن نميز بين الدول، لأن أفريقيا قارة وفي أفريقيا عنوان للكثير من الأشياء، عنوان لهويات مختلفة. Our aspiration is to enable Somalis to have a one, well, you said one man, one vote. I would say one man, one woman, one vote, because that is part of what we often do. In Lebanon, where only 2% of MPs are women, we have spent the last 3 years investing significant amounts of money in helping to bring women into the political process so that more women MPs get elected. But I think, where do you start? You have to start somewhere. And the fact that the next election will not be a paragon of perfection should not stop us from building the legislative and institutional capacity and ultimately a governance accountability process where elections are an expression of the will of Somali people. But it will take a while. Take Afghanistan. We have spent hundreds of millions over the last 20 years. And look at the last election. Yet again, it was not an ideal example, and yet look at how many Afghan citizens, despite being threatened, actually went to the polling booth to vote. And that to me is the indicator that we're not doing the wrong thing. Otherwise people wouldn't bother. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Steiner. We feel extremely privileged to have had the opportunity of having you exclusively for ourselves شكرا جزيلا على حضوركم معنا. اعرف ان لديكم برنامج مزدحم. شكرا جزيلا على حضورك. ما سنحاول ان نقوم به في هذا المركز وفي معهد الدوحه هو طبعا جزء مما تحاولون الوصول اليه، ونحاول ان نكون معتمدين على انفسنا وبامكاننا ان نخلق المعرفه. هذا هو المركز الاول في العالم العربي الذي يركز على حل النزاعات والتنمية في سياق شامل. شكرا جزيلا، شكرا على هذه المشاركة، وأتمنى أن نبقى على تواصل. شكرا على كل الحاضرين. شكرا. عندنا بعد الوقت إذا أردتم الحديث فيما بعضكم. شكرا.